مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. اوعي تتجوزي في بيت العيله، الجواز في بيت العيله ده كله مشاكل ووجع دماغ. وليه يا بنتي تعملي في نفسك كده؟ حماتك هتبقى عارفه عنك كل حاجه، خارجه امتى وداخله امتى وطبخه ايه النهارده، ده ما كنتيش اصلا بتتغدي معاهم كل يوم، ده غير بقى غيره السلايف وخناقاتهم والعيال اللي بتبوظ بعض. دي الفكرة السايدة دلوقتي عند معظم البنات واللي بينصحوا بعض بيها، وما اقدرش اقول انها غلط مطلقا او صح مطلقا، لان في حالات اتجوزت في بيت العيلة وجوازاتها كانت زي الفل، لا حصلت مشاكل ولا خناقات، بالعكس كان حماها وحماتها واهل زوجها كلهم هم بالنسبة لها ابوها وامها واهلها اللي بجد. واعرف حالات كانوا هم السبب بعد الله سبحانه وتعالى في تفوقها، سواء في شغلها او تميزها في حياتها هي وولادها. وفي حالات ما كانش بيبقى فيه مشاكل ولا خناق، ليه؟ لأن ما فيش تدخل أصلا، العمارة كلها قرايب لكن كل اللي بينهم صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي، ومش مسموح ولا مقبول تدخل حد في حياة التاني أبدا. وما فيش بقى حاجة اسمها مفتاح الشقة عند حماتي وتفتح وقت ما هي عايزة بدون مراعاة للخصوصية، سواء في الغرف أو في الأوقات الخاصة زي ما بتجيلنا الشكاوي. والنموذج بقى التالت اللي بيبقوا مقطعين بعض وصوتهم مسمع المنطقة كلها ليل ونهار، اتأخرتي في النزول، بتقلبي جوزي عليا، شقتك مش نظيفة، طردية تقول شقتي وانا حرة فيها، ابنك بيضرب ابني، مصل ابنك انت اللي بدأ، وشغل المسلسلات اللي بنشوفه كل يوم ده. وبصراحة بقى وبعيدا عن كل المثاليات، لو كل واحدة عملت حماتها زي ما تحب ان مرات ابنها تعاملها في المستقبل، مش هقول زي مامتها بس على الاقل زي ما تحب هي تتعامل في المستقبل، المشاكل هتقل كتير قوي. ولو كل بقى اهل زوج فكروا في سعادة ابنهم حتى لو مش بيحبوا مراته، الوضع هيبقى غير. اكتر خير اهل الزوج ان هم وفروا لابنهم مصاريف الايجار الكتيرة في الزمن ده، ووفروا له شقة ملك، لكن ده لا يمنع ابدا إن الابن لما بيتجوز طبيعي إن حياته هيبقى فيها خصوصيات وتغيير كبير. والحقيقة المهمة إن الجواز والتربية في بيت العيلة ملوش قواعد عامة لنجاحه أو لفشله، فاللي يناسب العيلة دي ما يناسبش العيلة دي. أهم حاجة بقى عشان تستفيدوا من الفرصة الكبيرة اللي فيها صلة رحم وتخفيف عن بعض من أعباء الحياة ومسؤولياتها، هو الاتفاق من الأول على معايير واضحة في الانسجام في البيت الواحد الأول بين الزوجين، وإيه المقبول عندنا كأسرة وإيه اللي مش مقبول. ومفيش مشكلة أن أنتوا تفهموا أهلكم من الأول إيه هي أهدافكم وإيه هي قيمكم اللي عايزين تبنوا عليها أسرتكم، وتستفيدوا من خبراتهم وتكسبوا ودهم. بيت العيلة إزاي نكسب خيره ونتقي شره؟ ده نقاشنا معاكم النهاردة بعد الفاصل.